النقطة أو الحلقة الرابعة في فهم السيكولوجية العسكرية أو النفسية العسكرية في التعاطي مع المجتمعات المدنية. نتكلم اليوم هناك يعني بعض الدول أنشأتها الجيوش، يعني المجتمع الجزائري، الحالة التركية، الحالة المصرية، الجيوش كانت مكونة أساسية في الحفاظ على كيان هذه الدول. فبالتالي هناك نوع أن الوطنية في داخل هذه الجيوش، أن الجيوش مصنع هذه الوطنية. هذا أمر جميل، لكن حصر الوطنية في كيان محدد وقيادة محددة أمر مضر جدا. قيم الوطنية كالماء والهواء لكل المجتمع، عسكري، مدني، ضابط، قاضي، كلنا مطالبين أن نكون وطنيين. وبالتالي عندما نزايد أن فلان وطني وأنا مش وطني إذا اختلفنا في الرأي، هذا أمر فيه إشكالية كبيرة جدا. فأحد إشكاليات يعني الجيوش العربية وأخواننا في القوات المسلحة هو حصر القيم الكبرى، العزة الوطنية، الكرامة الوطنية، مصالح الدولة العليا، حصرها في هذا الكيان أمر مضر جدا. احنا عاوزين نتقاسى في مجتمعاتنا هذه القيم، كلنا وطنيون، كلنا نحب هذه البلد، كلنا حريصين على هذه المصالح. حصر الوطنية في فئة محددة أمر بيجعل في فئة مستعلية فوق وفئة أخرى هي أقل نضجا وأقل إخلاصا. فعندما تشتبك العقلية الوطنية المتضخمة مع المجتمع المدني مع السياسة، أكيد الطرف اللي أنت بتعتبرني إن أنا مش وطني زيك، أكيد هناك يحصل تشاحن نفسي، يحصل غضب نفسي، بعد كده يتطور إلى 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 عصيان وإلى ألم. فبالتالي أحد السيكولوجيات الخطيرة جدا أن يحصل تضخم في الذات العسكرية أو الوطنية ضد فصيل آخر موجود في المجتمع. ايضا المبالغه في المصالح الوطنيه والمبالغه في هذه المصطلحات مضر للعقل العسكري ومضر ايضا للعقل المدني. يعني انتفاخ الذات ورطت الجنرال موسوليني وكان محب لايطاليا، لكن خاط حروب كسرت ايطاليا وخسرتها في الحرب العالميه الثانيه، لان كان كل امله ان يعيد يجعل ايطاليا مثل تملا العالم. يعني كان هدفه اعاده المملكه الرومانيه القديمه التي كانت في ايطاليا. هتلر محدش يقول انه ما كانش مخلص، كانش بيحب البلد، كانش بيعشق ألمانيا، لكن هو تضخم على كلمة الذات الآرية، الجنس الآري. خاض حربا عالمية الثانية كلفت العالم 50 مليون قتيل. فإذا حتى مش بس هتلر ولا موسوليني، حتى في المسلمين خالد بن الوليد كقائد عسكري كيعنى أيضا أنه لم يغلب في معركة قط، لكن تتورط في بعض الأخطاء العسكرية التي كقاضي فيها مشكلة. يعني قتل بعض الناس وسيدنا عمر كان غاضب جدا من هذا الأمر. فإذا خضوع العقلية العسكرية العقلية السياسية أمر مهم جدا لاستقرار وضمان استقرار المجتمعات. فإذا حصر الوطنية في فصيل محدد في القوات المسلحة في العقلية العسكرية أمر مضر للمجتمع ولهذه القوات.